بالنسبة للذكاء العاطفي، الذكاء العاطفي يشمل طبعا جميع البشر، هي قدرة طبيعية في أي إنسان، يعني لدرجة أن حتى لو ما تعمدنا في تطوير الذكاء العاطفي عند أي إنسان، هو مع العمر مع خبرة الحياة راح تتطور فيه. والقطاع الخاص اللي هو اللي متسلط على خلينا نقول دخل أي دولة، احنا بالذات نركز على الشباب اللي هي الفئة العمرية في ثانوي لنهاية الدراسات الأكاديمية، بالذات البكالوريوس نطور فيها الذكاء العاطفي عندهم، اللي هو نركز فيها على 4 مهارات أساسية. المهارتين الأوليتين تتعلق بإدراك الشاب مشاعره وأفكاره ومدى تأثير مشاعره وأفكاره على ردود أفعاله، والقدرة على إدارة ردود الأفعال هذه عن طريق إدارة أفكاره وتوجيهها في الاتجاه اللي يخليه يتفاعل ويتعامل مع الآخرين بشكل حكيم وبشكل يعني قيادي. القدرتين الثانيتين هما القدرة على إدراك مشاعر الآخرين والتعاطف، له دور كبير في هذا الشخص أن الشاب يقدر يضع نفسه في مكان الآخر، وهذه وايد نركز عليه لما يكون الشباب في مجالات اللي هو البزنس ريادة الأعمال، لأن التعامل مع العملاء والموظفين يكون بشكل دائم، فيكون يدرك الشخص الآخر مشاعره وموقفه علشان يقدر يدير ويوجه ردود أفعال الشخص الآخر.